السلام عليكم، كيف حالكم شباب؟ ان شاء الله طيبين. معكم عبد العزيز، ورجعت لكم بالحلقه رقم 20 من لعبات هاجز وورد ليجاسي. ولا تقوم نبدا، تضغط زر لايك وسبسكرايب، وشكرا يا جماعه الخير والله من كل قلبي، شكرا لكم. يعني صراحه دعمكم بالسلسله هذا جدا جميل، يعني تعليقاتكم وتفاعلكم يعني من كل قلبي والله يا جماعه الخير، والله من كل قلبي شكرا. اقل شيء ممكن يعني اقول لكم شكرا من كل قلبي يا جماعه الخير، والله من كل قلبي شكرا لكم. اتمنى توصلوا دعمكم بالسلسله اللي راح اسويها مستقبلا باذن الله. وخلونا يا جماعه الخير كمل باللعب الجميله ذي بسم الله. خلو كمل يا جماعه الخير، خلو كمل. تخيلوا جلست تقريبا زي 3 ايام تقريبا، صدقوا يا جماعه الخير 3 ايام هذه بس قاعد اسوي اجمع نقاط خبره، نقاط اكس بي، اسوي فارمنج يا جماعه الخير. والله واللعبه ذي اكون صريح معكم الفارمنج فيها مو مره سهل. فيا جماعه الخير الحمد لله وصلت الان مستوى، أنا بسوريكم 33 وجدا قريب، ممكن بس أخذ الورقة وراح أوصل 34، وأبغى أوصل مستوى 34 يا جماعة الخير عشان نكون نلعب آخر، أعتقد إنها آخر مهمة باللعبة، عارفين آخر مهمة رئيسية، يعني هي 100% من ضمن القصة وكذا، زي ما تقول حفلة التخرج وكذا. فمكتوب يجب أن أحضر حفل نهاية العام بالقاعة الكبرى الوصول إلى المستوى 34. والله يا جماعة الخير آخر حلقة شفتوني كنت بالمستوى 26 وأبدا ما كان سهل، ابدا ما كان سهل يا جماعه الخير اني اوصل المستوى 33 او خلونا نقول 35، خلاص الفكره قريبين جدا من مستوى 35. يعني ايش اقول لكم صراحه، والله لعبت مهمات جانبيه كثير الفكره، يعني والله يا جماعه الخير اغلب المهمات الجانبيه اللي لعبتها يعني الفكره يعني ما فيها قصه ما فيها شيء، بس لكن ايش اسمه المهمات يا جماعه الخير حقت بوبي لسه ما خلصنا مهمات ناتي، الفصل حق ناتي البنت هذيك عارفه كيف السمره، وخلصنا يا جماعه الخير الفصل حق صاحبنا سيباستيان الحلقه الماضيه، وبالحلقه دي ان شاء الله راح نخلص الفصل حق بوبي باذن الله في مقابله بوبي جنوب بروك برو. فراح نروح يا جماعه الخير ونقابلها، راح نروح ونقابلها. ف عارفه كيف يعني عندنا اكثر من شيء نبغى نسويه بالحلقه دي، وبلا ثواني بس ثواني يا جماعه الخير في اشياء كثير بوريكم اياها. في عندنا موامنا بلا، شوفوا كم نقطه معي، 5 يا جماعه الخير. والله زي ما اقول لكم جلست تقريبا كم جلست يا جماعه الخير، والله تقريبا جلست ارجع بالاساسية، جلست يا جماعه الخير ممكن زي يومين ثلاثه شيء زي كذا، صدقوني بس قاعد العب اللعبه وقاعد اسوي فارمنج. انا كان على بالي الفارمنج باللعبه ذي جدا سهل، والله يا جماعة الخير كان على بالي جدا جدا سهل. عارف كيف قلت خلاص تروح ساحات القتال هذيك وتقعد تقتل الأعداء ورا بعض وخلاص راح تكتمل، عارف كيف راح يزيد مستواك بسرعة. بس لكن اكتشفت انه يا جماعة الخير الأماكن حقت اللي تسوي فيها فارمنج اللي تواجه الأعداء ورا بعض، عارفين التحديات ذيك حدك بس 3 مرات بعدها خلاص يمكن يجيك 30 نقطة من الاكس بي فقط، يعني على فكرة يعني ما يزيد شيء حتى. فلما انطلقت على فكرة لما يعني قعدت العب التحديات يمكن على فكرة حدي بس 3 مرات وخلاص ما مداك يا جماعة الخير تجمع زيادة نقاط اكس بي. فعارفين ايش قاعد اسوي والله يا جماعة الخير، قاعد الاوراق اللي بالخريطة، قاعد اروح وجمع الاوراق اللي بالخريطة ولعبت كمان على فكرة. هنا جهت هوجز وورد يا جماعة الخير، شايفين بالله يشوفه بالله يطلعوا لي مهمة واحدة، كل مهمات تقريبا لعبتها، حتى في جائزة من الجوائز حقت والله هنا في مهمة، ايوه في والله كم مهمة اللي جمع اشياء وكذا، شايفين العثور على الحجر، هذه والله المهمات ما تعجبني اللي روح دور كذا، احنا ما ندري فين، انت اللي تدري احنا ما ندري، هذه صراحة المهمات يعني تقريبا في كيف يعني ما ادري صراحة في كم يعني ما خلصتها، بس اغلب المهمات الجانبية يا جماعة الخير اللي كانت والله كانت كثيرة، اللي شاف الحلقة الماضية يا جماعة الخير كانت في مهمات كثيرة، هذه كلها المهمات على فكرة في العثور على الحجارة ونفسها هذيك اللي تحت. فالفكرة كان في مهمات كثيرة هنا الحلقة الأخرى حلقة شفتوني، والله لعبتها يا جماعة الخير بس عشان بزود نقاط اكس بي وكذا، والحمد لله خلاص مستوانا عالي. فخلونا نكمل وكمل يا جماعة الخير، راح نبدأ حلقتنا يعني هذا احتمال كبير على فكرة انها الحلقة الأخيرة، عشان ان شاء الله قريب راح ابدا بلعبه وولونج يا جماعه الخير، اكثر لعبه منتظرها. فعارفين ايوه اول شيء نبغى نسويه بحلقتنا ان شاء الله ما انسى، اول شيء ايوه اول شيء يا جماعه الخير ابغى اجي عند البي ويكس، البي ويكس يا جماعه الخير الرجال الطيب ده ومعايا الحين. اول شيء نبغى نسويه نبغى نطور البقشه حقتنا على المستوى الثالث والاخير خلاص الى اقصى حد مكتوب. Thank you for believing in me. كفو يا جماعة الخير.
بغش هذا الحين على أعلى مستوى. Thanks for stopping by. على أعلى مستوى. كفو والله. دحين يا جماعة الخير دحين والله إيوة يا جماعة الخير اللي بقول لكم في مهمة هنا والله من المهمات الجانبية لعبت منها شوية وعلى طول طلعت قلت المهمة دي لازم أوريكم هي مهمة والله يا جماعة الخير جدا جدا حلوة. بالله بس ثواني هي فين المهمة دي والله في مهمة هنا يا جماعة الخير نظامها كذا حتى شفت بالتعليقات والله شفت بالتعليقات قولوا لي يا عبد العزيز العب المهمة دي مهمة جماعة الخير مختلفة عارفين لعبت والله بس البداية منه على طول طلعت قلت والله هذه لازم أوريكم هي أيوة هذه هي المهمة يا جماعة الخير حول المتجر الشاغل أيوة في متجر اشتري مع واحد مع عارفين ديك يا جماعة الخير مخلوق زيه كذا من الأقزام دولي نبغى نشتري محل عارفين يعني كنت لما بدأت المهمة مع والله بس بدأت أني كلمته وقلت له وقال لي شراك نشتري محل وكذا صدقوا شيء زي كذا فعارفين كيف وافقت فبس هذا هو اللي فاتكم بس فدحين يا جماعة الخير نبغى نيجي عند أعتقد في حرمة هنا نبغى نكلمها وتكلمناها نشتري المحل عارفين كيف أنا كلعب والله مهمة بسيطة بس والله يا جماعة الخير مهمة جدا حلوة قلت لا هذه المهمة لازم أوريها للمتابعين فخلوا دحين نكلم الحرمة دي Hello, Madam Mason. I understand you have a shop to sell. Why, yes. Yes, I do. Are you interested? أنا إيوة. مهتم أوكي به بالفعل. مهتمة كمطلوب. Yes, I am. I've always wanted to own a shop. How marvelous. I think you will find my terms quite generous. But And do please forgive me for asking. Don't you think you might be a tad young to own a shop? Aha. I خلنا نقول له عمري ليس مهما. كان لدي المال. I am quite capable of owning a shop, I can assure you. I should think you'd be happy to have a buyer. Well, I reckon you have the confidence needed for such a venture. And of course you'll have Penny to help you. That elf could sell tea to a troll. I assume she told you she comes with the place. She did indeed. I like you. Tell you what, I shall sell you this space for an exceedingly fair price. I think you might just be shrewd enough to make a go of it. Hmm. An exceedingly fair price for a shop and an elf. What's the catch? Huh? You are wise to be wary in business dealings. No catch, really. I simply ask that you allow me to do you the favour of buying the shop back, at a discount, of course, should your efforts fail. The last thing we need here in Hogsmeade is for one bad apple to spoil the barrel, if you get my meaning. Yes, an unsuccessful shop would be bad for nearby businesses, I'd imagine. Quick one you are. Do we have a deal? يس خلاص خلونا ايوه سوف افكر في الامر بس يعني انه خلاص راح نوافق وكذا It does sound intriguing but I need to consider my finances first I'll come and find you if I'm interested Very well but I won't be able to keep the shop available for too long اعتقد راح يجيني خير اني اشتري ب 1000 If you do want the shop I'd advise you to return to me as soon as possible شبكة 1500 بالله بس خلوني ارجع لل ما اعتقد معي 1500 كم معي يعني والله ما خلي اروح لل ايوه خلي اروح لل اقرب بياع هنا لا معلش مو هنا واروح يا جماعه الخير وابيع عليه بعض الملابس اللي معايا فوالله يا جماعه الخير جدا جدا استمتعت يعني لما طور مستواي كذا لعبه ممتعه والله حلوه يا جماعه الخير جدا حلوه هذا الحين بس خلونا نجي عند الرجال ده وابيع ايوه كم شيء من الاشياء اللي معايا والله نقول ان شاء الله انها توصلني لالف فعلى فكره يا جماعه الخير هذا احتمال كبير انها راح تكون الحلقه الاخيره
بس اكو والله اتمنى بالمستقبل اللعبه تنزل الشركه تنزل اللعبه ذي اضافات والله يكون شيء اسطوري والله والله اتمنى ينزلوا لها اضافات ايوه خلاص احنا 2500 تمام I suspect you have a sharp eye for fashion be sure to stop by Revelio اوكي اوكي هل كذا وصلنا مستوى 34 قريب جدا جدا قريب انا متاكد ختمت المهمه حقت الحرمه دي خلاص راح نوصل 34 ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله كي تعلمت الاعداد لا لا يا بطل مو هنا احمد ربك انك افتكرت احمد ربك انك افتكرت احمد ربك انك افتكرت عادي اوكي أعرف عارف كيف دحين نرجع لها يجيب جمع 1500 لشراء المتجر من كاساندرا خلاص يوم معانا عارف كيف المبلغ المطلوب معانا About the shop Yes I've decided I'd like to go ahead and purchase the shop I have to say I'm impressed You are a remarkably resourceful student I am indeed And brave You won't be sorry. Give me the money and I shall get the paperwork filed immediately. ايوه خلاص بالطبع سعيد نتعامل معك. Wonderful. Shall I head directly to the shop? Please do. Oh, one more thing. Since my husband died, I've not been able to bring myself to retrieve some of his personal items. They're in a chest at the back of the shop. Penny has the key. As you get organized, I would be terribly grateful if you could help an old widow and gather his things for me before you open for business. I wish you the very best of luck in your endeavors. Penny will meet you there. راح نجيب لها شيء تبغاها كمان ان شاء الله. بعد بكبله والله بس حد لعبت بدايه المهمه دي قلت ضروري المهمه دي لازم كيف لازم اوريكم هي مهمه حلوه صراحه يعني والله شوف انا لعبت مهمات جانبيه كثير اكون صريح معكم يعني بعضها كانت بسيطه بس روح جيب شيء وعرف كيف وبس في بعضها والله كانت حلوه المهمه دي اللي دحين نلعبها نظامها كذا مختلف فعرف كيف هذا هو يا جماعه الخير بني هذا هو اللي عرف كيف على السنه راح تفتح مع المحل وكذا Well I've done it Penny the shop is mine He's so pleased. Penny was hoping you would be the one to purchase it. I'm glad you're here to help me. Goodness, what a kind thing to say. Penny will do all that she can to make this a success. There is much to do. The last tenant left in a bit of a rush, so we'll need to clean up and do some repairs. Well then, let's get to it. Penny is ready. اوكي خلنا ندخل تنظيف اجراء الاصلاحات بربيرو اعتقد خلنا بس بالله احطها ريبيرو خلنا نصلح لينا كمان This will surely be the most successful shop in Hogsmeade Mistress Mason wanted Penny to be sure and give you this key. It opens a chest in the back room of this shop. Oh yes, she mentioned it to me. It contains some of her late husband's belongings. Penny wonders if you should open the chest. Are you holding your breath again? Penny must get back to work now. واضح في على فكرة بشيء يعني خطير تحت الله يستر خلنا ننزل الحين. فشايفين كيف شايفين مهمة جانبية شوفوا عندكم شخصية جديدة هذا يا جماعة الخير الجني قزم ذا اسمه بني والحرمة دي كاساندرا ف الله يا جماعة الخير ما شاء الله لعبة مشبعة بالشخصيات وبالمحتوى وهذه مهمة جانبية فشايفين انا بديت وصلت بالمهمة دي لين هناك لين هنا قلت له هذا هذا وبس وقفت قلت لا المهمة دي لازم اوريكم هي بعدها ان شاء الله راح نلعب المهمة حقت ننهي الفصل حق بوبي وبعدها خلاص نلعب اخر مهمه باللعبه. والله يا جماعه اخر لعبه ممتعه شفتوا قبل الحلقه الاخيره لما كنت اتكلم انا بالنهايه اوكي لعبه ممتعه والله وحلوه والله. والقصه رهيبه والنهايه حلوه.
اوكي هنا عاد ما ادري صراحه ايش راح يصير، انا وصلت لين هنا قلت خلاص يعني. فاخرون طريق يا جماعه اخر استكشاف ما يقع بالاسفل. والله يا جماعه اخر اتمنى اواجه اعداء كثير. يمين بالله يا جماعه اخر قاعد استخدم سلوب لما كنت احاول اطور مستواي وكذا، والله تمنيت اني قاعد اصور في اسلوب قاعد استخدم ضد الاعداء. افادا كافادرا، عارفين كيف التعويذه ذيك القويه اللي واحده بواحده تنيهم، يعني قاعد استخدمها بطريقه كيش اقول لكم، بس يعني ممكن بشكه كامله يا جماعه اخر من الاعداء زي 10 انيهم ضربه واحده. راح اوريكم كم ان شاء الله بالحلقه راح نواجه اعداء. فاللي بوصل لكم اياه والله يا والله صار جدا قوي. هذه واضح لازم احركها. ترى لازم اطلق عليها الدمى ذي. عارفين هو في صندوق هنا. نحاول نوصل له. Well, that's not very hospitable. لا ما فين طلع ذا. Oh goody! Someone to play with! Luma. You seem brave, sort. What fun this will be! For me, at least. مين باستيدو ذا؟ ممكن تمثال من التماثيل هذي؟ That's new. Onwards, I suppose. والله شوفوا كيف، والله وكأني بلعبة رعب. Who's there? أعتقد لازم أدخل هنا. والله زمان لعبت لعبة رعب تقريبا كان زي كذا، في فيها من التماثيل هذي كذا كثير، والله نسيت اسمها. Lumos. هذي هذا. بسم الله كيف كذا. فكيف الوضع كل شوية تغير دحين. ايوه خلونا نروح من هنا. باتس لافلي. اعتقد لازم اسوي روبيرو هنا. روبيرو. اها لا والله. لوموس. شوف باب هنا واضح انه لازم اجيب فراشة اعتقد هنا. Seems as if I should hang something there. علق شيء فين؟ فين قصده؟ والله ما أدري فين قصده. Lumos. أي خلص أسوي كده. Revelio. These lanterns must belong somewhere. مصابي. كيف خلص يسحبها؟ Accio. Wingardium Leviosa. فين ابغى اعلق؟ تحطه هنا اوكي. حلو حلو. Perhaps the lanterns are meant to be hung on the hands. حلو حلو دعم ده نعدي من هنا. How enlightening. You might survive a bit longer than the others. Lumos. والله اتمنى بالمهمة ذي نواجه اعداء، بوريكم كيف عن السحر اللي عنده قوي. Oh, you've come so far so quickly. Well done. You might be just the playmate I've been looking for. I do hope you enjoy my playground. I encourage you to tell everyone about it, if you make it out, that is. Please try. If you get to the end, perhaps we can come to some sort of arrangement. I do want your shop to succeed, after all. What's the saying? Two sides to every story. Oh, لازم اخر عنها. Unfortunately for you, both sides are to my story. You'll have to complete both to get to the end. والله وكأني بلعب باتمان لما الجوكر كذا على فكرة يسوي فينا كان زي كذا الجوكر. You know, foliage, like most living things, won't survive. Confringo. استكشاف البهو. هل قصدهم القبو؟ اسمه البهو والله ما ادري شو البهو. ايوه لازم حتى نجيب مصابيح. ففي اكثر من فكره
اكثر من شيء يا جماعه، ده لازم نكمل يعني، في تحديات لازم نكملها كلها عشان خلاص نوصل بكيف يعني، انه خلاص نخلص المهمه دي. اكيو وينغارديوم ليفيوسا. اوكي تعال معاه، لازم نجيب المصباح ذا هذيك. بس هنا ابغى احطه هنا، شو احطه هنا انا؟ ليش ابغى احطه هنا؟ والله كان عبد نحطه ورا يا جماعه اخي. كيف والله ما ادري، والطريق كانه من هنا، كنت صريح معاكم. What's this? A game within a game. Ooh, knight to h3. Nighty night. يبغى نلعب مع شطرنج ولا ايه؟ اكيو والله ريفاليو نسوي شيء. اوه هذه ليش حمرة ذي؟ خرب بيتك، مجنون ذا والله، وكني بالجوكر اقسم بالله. That wasn't too difficult. Oh goodness. I do hope you're having as much fun as me. I think I'll keep you around a bit longer. اوكي اوكي واضح النظام بالمهمة ذي، انه كل شوي لازم تجيب مصباح وتعلقه هنا. كيف ذكي النظام؟ حلو حلو، هذا هو المصباح. اكيو وينغارديوم ليفيوسا. يبغى بنعلقه هنا، والمفروض الحين نجي طريق جديد. شبيك ها لوموس، كلهم بس احط لوموس كذا. والله رهيب المهمه الى الان، مختلفه يعني. يعني جماعة تقدر خذها من واحد ختم اللعبة. يعني ما افتكر في مهمة زي كذا حلوة والله. لا ثواني بس، هذا واضح لازم احرقه. مصباح ذا فين نحطه يا جماعة الخير؟ اعتقد هنا، بس لازم اثنين. اوكي اوكي لازم اثنين، هذا الاول، هذا الاول يا جماعة الخير. ابيكا اكيو وينغارديوم ليفيوسا. حلو حلو، هذا الاول، بقينا الثاني عشان نروح البهو. ما ادري والله شو هو البهو. ايوه خلاص خلصنا التحدي الاول، نروح للثاني اللي من هنا. عجبني النظام والله والله يا جماعه الخير، اللي لعب العاب باتمان يعني يعرف ايش اقصد، يعني زي كذا العاب باتمان جوكر كان يسوي فينا زي كذا. اوه سوري ضرب والله. لوموس. اوكي اوكي الوضع اختلف دحين. ديفندر. وصل في باب هنا. كونفرينجو. يا حبيبي ايش عندنا هنا؟ اوه ام افريد اوف ذا دارك. لو خلاص هذا هو المصباح، هذا هو. دازنت وري يو ذات اي كان سي يو بت يو كانت. وينغارديوم ليفيوسا. ونحطه هنا. اوكي واضح الحين. ايوه من هنا. لوموس. مديها نقزه من هنا شبكه. بس دونت ونت يو جيتين تو كومفورتبل فور واتس ان ستور دو اي. ما فاجات الضربه ذي. هو لازم اجيب المصباح هنا، بدني اسحبه. هل بدني اسحبه؟ ريبيرو. لا والله ما بدك تسحبه. اكيو. يكون في مصباح ثاني. والله ما ادري، ما شاف اي مصباح هنا. لوموس. خلونا اجل ارجع. اوه من هنا. كونفرينجو. والله عجبتني المهمة الان، والله زي ما اقول لكم مختلفة صراحة. اكيو. وينغارديوم ليفيوسا. يعني والله انا شفت بالتعليقات يعني يقول عبد العزيز العب المهمة ذي. اكيو. وينغارديوم ليفيوسا. اوكي اوكي كفو، قربنا نجيب الحل. كل علينا بس نحط المصباح ذا هنا ان شاء الله خلاص. مفروض انه الباب ذا احنا فتح ولا مو؟ ممكن لازم نسوي كذا، اسحب ال اكيو. لا مو زي كذا والله، ما ادري يا جماعه الخير، المفروض الباب ذا يكون مفتوح دحين. ممكن لازم ارجع.
Revelio. والله شيء غريب صراحة. وصر في باب هنا. كيف كذا؟ شكله بما اني حطيت المصباح هنا عارف كيف طلعت طلعت ايوه طلع الباب ذا وصار دحين لازم احط المصباح هنا كيف زي كذا. صرنا نسحب بدنا نسحب من هنا. اعتقد لازم ارجع واسحب وخلاص كيف. ان شاء الله هذا الحل باذن الله. اصلا ما اقدر اسحبه والله ما اقدر. ريفاليو اسحب لهناك ممكن. اوكي انا كان على بالي والله اللي معي مصباح واحد بس بالشي في معك اكثر من واحد. ما بدك تروح من هنا خلاص ليه بس خلوني اجي كذا. اوه في واحد هنا بله معلش ما شفته والله صح ما شفته يا جماعه تاخر معلش خلوني اجيبه. حلو حلو كذا سوينا مطلوب. اول باب ذا شكله دحين مفتح الا والله مفتح والله مره شيء حلو يمين بلا جماعه تخرب مره شيء حلو انه باللعبه ذي كذا في مهمه نظامها رعب مره شيء حلو. حلو حلو لازم اوجههم بلا شوف كيف يا جماعه تخرب على ما يجي الواحد يسوي له كذا. ها شايفين كيف؟ شايفين؟ شايفين السعر تقل عليهم كلهم وخلاص انهيهم كلهم زي كذا. اه ما حد مات اوكي والله المفروض يموتوا كلهم خذوا مني العلم بس شكل اللعبه تبغى تسوي كذا. ابتدي دفعه جديده كمان يا حبيبي. والله ما ادري كم ما ماتوا والله يا جماعه تاخر المفروض انهم يموتوا. اكسبليومس بومبارا بوتيغا. ها وجد دفعة جديدة كمان. ويلك والله سوى ضرر كبير والله. كليسيوس والله بدعوا بالسحر يا جماعه تخرب اللعبه دي بكيف يعني متنوع يعني في بعضه يجمد الاعداء في بعضه يحرقهم مره شيء حلو والله. بس والله ما ادري ليش دوب الحركه دي ما زبطت والله يا جماعه تخرب. هذا كان اسلوب اللعب حقي الحلقه يعني لما كنت اسوي فارمنج وكذا اجمع واحاول اعلي مستواي ادي واحد من اللعن عارف كيف وخليها تنتشر عليهم وكذا بعدين كله من هيهم باللعنة الموت اللي بدائرة ما مدري شيء غريب صراحة. هذا حنيوة أسوي له مسألة لطيفة الظلام. هل الطريق من هنا؟ أعتقد هذا الصندوق الحرمة ذيك اللي اسمها كاساندرا قلت لي. لا والله مو ذا. هو في صندوق زي ما شفته كانت تكلمني قلت لي في صندوق لازم تجيب لي اللي جوته. حلو هذا المصباح الثاني. كافو كافو قد سوينا التحديين خلاص. والله رهيبه المهمه يمين بلا جماعه تقل رهيبه وطويله كمان بنفس الوقت. حلو والله مره شيء حلو. هذا هو البهو. وبنواجهه كفو والله. العب مع الروح الشريرة كيف العب؟ ها اوكي انت كذا نظامك. هل اللي ما داني اعكسها عليه؟ لا والله ما داك تعكسها عليه. السؤال هو كيف اعكس عليه؟ ممكن اصدها كذا ممكن اصدها كذا. عجب لي فزعه. اوكي اوكي
والله هذه ما ادري ليش ما تنهيهم والله يعني ما في عاد جربتها مع اللي كانت تنهيهم شيء غريب والله حلو حلو انا هنا بس جت دفعه جديده الله يا اختك Well, this has been fun. Much to do, much to do. See you in a bit. الرجوع إلى الردها. ألفين ممكن عشان الأشياء دي عبارة عن زي التمثيل كذا. ألفين. يعني ما لهم روح فممكن السحر ذا حق لعنة الموت ممكن ما يأثر فيهم. يعني والله ما أدري الثاني ذاك يأثر فيهم والله ما أدري. اكتشاف المكتبة. Ah, you've chosen the scholarly route. You'll need more than you've learned from books to best me. اوكي اوكي نفس النظام. نجيب يا جماعة الخير مصباحين عشان نفتح الباب الأول واضح نجيبه من هنا. It's always good to have a different perspective on things. والله ما ظننت مثلا جزء من هنا. ريفيليو. وقاعد تسوي ريفيليو؟ شايف ما في أي شيء لونه أزرق فا. والمصباح ذاك هو ذاك هو ذاك مصباح ذا. شايف شيء هناك واضح إنك تسوي شيء. أكيو. هالطريق كذا مرة شيء غريب والله. ريبيرو. اه ما صار شيء ولو كان في تعويذة كنت استخدمها بداية اللعبة اعتقد دي هي دي كنت صلح الاشياء وكذا اي خلونا نحطها احتياط ما كان تخلينا نختفي لا والله مو ذي اجل كيف كذا انا ما في شيء ريفيليو انا ما في شيء يا جماعة الخير ما تجيها من تحت اوكي اوكي الطريق من تحت بس ولو كيف تنزل تحت اه من هنا من هنا ايوه عاد كم نجيب المصباح الاول كيف كذا المفروض الباب ده يكون مفتوح اها هذا هو حلو حلو سوى المطلوب اوه وصل ما في طريق من هنا كذا والباب صار مفتوح والله ما ادري كيف كذا بس يلا so much fun to be had my head is spinning كذا الحين واضح من هنا ريفيليو والله ذكروني في مهمة لعبناها مع بروفيسور ويزلي بداية اللعبة كانت في مكان زي ذا تقريبا ريبيرو اه هنا شكله بس عشان الصندوق ريفيليو والله وذكروني كمان فاكرين يا جماعة تخرب بالإضافات حقتها شادو اوف روز البريزن ديفل تقريبا كان في مكان زي كذا لوموس ريفيليو والله ما ظننا تسوي شيء هنا والله ما ظننا تسوي شيء هنا يعني والله كأنه شيء مهم أنا طلعت هنا طلعت هنا أنا جيت هنا أنا يا جماعة الخير والله ما أدري إذا أنا جيت هنا ولا لا أو لا والله ما جيت هنا إذا كأنه مدى نحطمها لا 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 أجيب المصباح هنا بس اوكي اكيو والله يا جماعه الخير وبختار افضل خمسه مهمات افضل خمسه مهمات وبختار افضل خمسه مهمات باللعبه اكيد هذه حتكون واحده من ضمن المهمات هذه جدا حلوه والله مختلفه نظامها رعب يعني انا احب صراحه الرعب وكذا لوموس Perhaps I should pull the lantern into this room to cause the room to rotate again. Yeah.
ومن هنا واضح. Defendo. لا معلش ما بسوي كذا. Accio. Wingardium Leviosa. ما علقوا بس لكن ايه خلنا نشوف كذا. ايوه نحطه هنا. والله كمان نفس جرب المكنسة. والمكنسة خلاص كوناها على المستوى الثالث. يعني والله المستوى الثاني ترى كانت سريعة. كيف أجل دحين؟ معلش بالله والله ما أبغى أسوي كذا. حلو حلو هذا الأول وجبنا خلنا نحطه هنا عشان جبته من هنا. عشان لا اخبط بقيت الثاني جيبه من هنا. كفو والله مهمه حلوه الى الان صراحه مهمه جدا حلوه. انا زي ما اقول لكم والله بس لعبت بدايتها والله يا جماعه الخير يعني بس لعبت بدايتها لما كذا نزلت مع السلم شفت كذا انه نظامها كانه رعب قلت لا هذه لازم اوريها للمتابعين. والله وحابب اشكركم يا جماعه الخير يعني انا قاعد اقرا التعليقات وكذا شكرا والله يعني على تفاعلكم والله شكرا يا جماعه الخير. لوموس اوه ديجا فو واتش يو ستيل عرفت فانطحنا احنا او رجعت الحين مع الباب الثاني. والله طيب شو الاشياء دي عارفين ذكروني بيش فكرين الهوربوغ يا جماعة تغير اللي بكراش تقريبا الاقلع اللي تشبه لها بدأت اللي فوق ذا اللي يضحك. خلونا نكمل ايوه استكشاف المكتبة. والله ما ادري من اللي قاعد يضربني يعني هو ما بين كل فترة وفترة كذا تجيني ضربة ما ادري من فين تجيني والله. لوموس اوه الاشياء دي تطر عليك اوكي بس ما تسوي ضرر كبير. والله لعبة جميلة يا جماعة تخرج من كل النواحي. كيف لعبة يا جماعة تخرج والله يعني جميلة من كل النواحي ما شاء الله القتال والقصة والمهمات الرئيسية والجانبية ما شاء الله. انا قاعد ادور دوار من اليوم كيف كذا كانه قال لي لازم ترجع لورا. الا والله ان شاء الله كذا ماشي صح. What was that? وهيلك والله طلع لي فجأة. ما ادري ايش طلع الشيء ذا طلع لي فجأة والله. والله زمان يا جماعة تخرج الشيء هذه كانت تفجعني انا بس عارفين كيف يعني قلبي مات صراحة من ذي الناحية يعني منه كذا انه الفجعات وكذا عارفين كيف من كثر ما جاتني والله. اي والله يا جماعة تخرج. زمان والله كنت اخاف كان مستحيل كذا عارفين كيف انه بالليل كذا والحالي قاعد العب كذا والعب رعب. بس لكن خلاص من كثر ما العب صدق صار جدا عادي. اي والله. Revelio. Lumos. Lumos. Revelio. Lumos. والله الحين ما ادري الطريق من فين مع الباب ده هل مع الباب ده الا والله مع الباب ده اوكي واضح راح يطلع لنا شيء استعدوا. نقول ان شاء الله الطريق من هنا. الله شوفوا قديش شوفوا قديش يا جماعة الخير ويلك والله كثيرين. حلو حلو خلت واحد معايا
فينهم هم؟ أنا شايفهم بالخريطة كثيرين بس والله ما أدري فينهم. تعذيب عدو مشتعل. طيب لازم أحرقه. بس والله ما أدري فين، أنا شايفكم بس ما أدري فينكم. طيب لازم أدورهم. إيه النظام لازم أدورهم يا حبيبي. طيب بقي لي السبعة بس. اوكي اوكي ثلاثة بس. بومباردا كليسيوس. اثنين بس بقي لنا يا جماعة، اخر اثنين. ريفاليو. حلو حلو، عندنا واحد هنا. افادا كدافا. والله ما ادري ليش ما تسوي لهم ضرر. كان اقوى تعويذه باللعب، شيء غريب صراحه. هذا الحين بقي لنا الاخير. اوه اوه هذا هو، الحمد لله. والله ما كنت شايفه. اوكي هذا الحين الوضع صار مختلف، في وضع مع الباب ده. Home sweet home. Accio. Wingardium Leviosa. حلو حلو. كذا كملنا التحدي الثاني وجبنا المصباح الثاني، خلاص كله علينا الحين. نروح على الباب ده. بإذن الله نواجهه، لا عارفين شبح ده بالنهاية، إن شاء الله نواجهه. أوه والله كأنه طريق ال ها لساحة زعيم. أعتقد راح نواجهه. مشكلة ما أدري إيش أسوي بعد. تسلية يقول، لازم نسليه، عارف كيف؟ لازم نسليه يا جماعة الخير، خليه يستمتع كيف؟ شيء غريب صراحة. Well done. I'll give you a moment to collect yourself if you can. Ta-ta for now. واضح بالنهاية ممكن راح نواجه، والله ما ادري، عشان زي ما شفتوا دوبه كان عبارة عن شبح وما كنت قادر اسوي له ضرر. الحين يقول الرجوع الى الرودها. والله الطريق اللي كذا قاعد تنفتح فيه الابواب وكذا، والله وكأني بلعب ريزند ايفل. والله على طاري ريزند ايفل قاعد اشوف عروض عنه كذا، عارفين ريزند ايفل 4 ريميك اتوقع راح يكون اجمل ريميك، ولو وقته كمان اعتقد راح ينزل برمضان. مره شيء حلو والله. الحلقه الماضيه فيليج كان، مو الحلقه معلش، السنه الماضيه فيليج نزل برمضان اظن، فمو السنه الماضيه اظن اللي قبلها نزل لنا ريزند ايفل فيليج في رمضان اظن. عارفين الحين كمان 4 ريميك راح ينزل برمضان، مره شيء حلو. اها فاينلي. You, my inordinately clever friend, appear to have traversed this seemingly never-ending dungeon relatively unscathed. And now I suppose you want to go. Everyone leaves me, usually in a straitjacket, never to return. I'm starting to take it personally. I'm tired of having no one to play with. Ooh. Ooh. Tell you what, I'll make you a deal. If you can match wits with me now and agree to give me unfettered access to the shop for, say, one day a month to have a little fun, I'll sign a contract. Pursuant to which, let me see, I will blah, 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 blah. Oh, yes, leave you and your customers alone at all other times, etc., etc. You get your shop, I get my chaos. Sound acceptable? Excellent! Let the games begin! شو اللعب الله يستر. تحدي. تحدي. Confringo. That's just catch can.
But can you catch me? I mean, you take it. الله يسترش بيألف. أوه الوحش ذا بالله شوفوا كيف انهي انهيه. والله قايل لكم انا عارف انه واحدة بواحدة بس ما ادري ليش الاشياء ذيك ما كان يجيهم ضرر. أوه نهيت بس ال نهيت البار الاول يا جماعة تخلص بقيت اثنين يذكرني بأكل الأرواح يا جماعة الخير أكل الأرواح يذكرني فيه والله اللي براغناروك اللي بقاعد فور راغناروك يذكرني فيه والله الوحش ذا أو خليته معاه شوف كيف قاعد جلدهم كاف والله أي خلونا نأخذ مشادي عشان ندي والله هو المفروض تطول معاه معاكم قربت تجي التعويدة تطول هي لما تجي اوكي اوكي راح ادي ضربة طيبة ان شاء الله خربتك والله صوت كبير دي والله كافة يا جماعة تأخر كده ننهي البر الثاني Avada Kedavra. Just once, try seeing things from my point of view. What's going on? والله ما أدري إيش قاعد يصير. بسم الله العظيم ما أدري إيش قاعد يصير. Aha. يبغون نلعب زي كذا. Okay, okay. مقدور إن شاء الله. Okay, الحمد لله. هل في يا جماعة الخير عن دوبل الغلط ذا لا في كيف يعني من الأخطاء التقنية البسيطة اللي باللعبة يعني فيها بعض الأخطاء صراحة يعني فيه بسيطة والله مو يعني مو كثيرة لو كان إن شاء الله بحروح ننهيه Well, finally, someone deserving of the playground I so meticulously crafted. Such a treat to have fun again in my little dungeon. I must say, I enjoy a good challenge. Ah, a kindred, dare I say, spirit. So, about the contract? I am a poltergeist of my word. Very well. I shall agree to your contract with one small addendum. Hooray! No more of this unsatisfying banging about all day in a pitiful void. Wait, did you say one small addendum? I did. In order that I have a successful shop with lots of customers, would you agree to causing chaos only after 9 o'clock in the evening? Would you agree to at least 2 days a month instead of one? I would. Pleasure doing business with you. عارفين عن لما نقفل المحل يجي هو ويسوي الأشياء اللي يبغاها. Well done. I had a feeling about you. I have to admit, Cassandra did a wonderful job finding the perfect playmate. الرجوع إلى المتجر. لو خلاص نرجع والله مهمة رهيبة. والله يا جماعة خير جدا استمتعت بالمهمة دي بصراحة ما كنت متوقع انها قد كذا عارفي كيف يعني مدتها قصد يعني ما شاء الله مهمة طويلة والله من اطول المهمات صدقوني مو من اطول المهمات استثنوا اخر مهمة باللعبة هذه اعتقد اطول مهمة لعبتها الى الان اخر كلمة بيني دحين هلو بيني بيني هي سو جلاد يور باك You knew exactly where I was going when I entered that chest. Penny was beginning to think yet another shopkeeper was going to end up in St. Mungo's. Another shopkeeper? St. Mungo's? I think you should explain, Penny. Penny?
Please stop holding your breath. Tell me what's going on. Oh, please forgive Penny. Penny is forbidden from telling you anything. But how can you be forbidden from telling me what's going on? I purchased this shop. Penny is confused. Penny thought that if you came back, you would own the shop. You should have told me the truth and punished yourself as necessary. I need to go and find Officer Singer. Penny is so sorry. Penny wanted to tell you everything. Truly. Surely Officer Singer will know what to do. Penny will wait right here. اوه اوه والله من جد البعث عن الضابط سينجر. والله كنت بس ابغى اخوفه صراحه يعني شو ما قلنا يعني من البدايه يعني ايش في تحت. والله ما ادري خلاص وصلنا لين هنا. ف بحث عن الضابط سينجر حرمه دي يا جماعه الخير في الضابط هنا حرمه. فخلونا ايوه نروح نكلمه. Officer Singer, I have some information you might be interested in. Ah, good to see you again. What can I do for you? Cassandra Mason sold me her shop and then tried to drive me mad in a haunted dungeon. Cassandra Mason sold you her shop? I am perfectly capable of owning a shop. But more importantly, did you not hear the bit about the dungeon? No, I heard that bit too. And, according to the house elf that came with the shop, she has done this sort of thing before, repeatedly. I wondered what was going on. She seems to have had a great deal of trouble keeping a tenant in that shop. In any event, these are serious accusations indeed. Perhaps a little visit with Cassandra is in order to clear this all up. Shall we? Okay, خلونا نروح لكاساندرا دحين. اللي بعت لنا المتجر المجنون ده خلونا نكون على فكرة. ها مين فيه؟ إلا والله دي. Oh, hello, Ruth. I see you've met my new tenant. Cassandra, it's my understanding that you sold your shop and your elf to this student. Now they've been telling me some very interesting stories about your business practices. Perhaps you should come with me. Oh, مجرمة دي. خربتها. Stop her. ويلك والله طلعت مجرمة. بالله كفو. I should have known better than to do. والله مهم اسطوري اقسم بالله. شو كيف؟ يبي بلا ابدا ما توقعت نادي بالنهاية راح نواجهها. Imperial. What on earth are they teaching you at that school these days? Defender. Expelliarmus. Bombarda. Confringo. كفو قاعد نفرشها كمان. والله كفو. والله مي بسيطة والله الصوت شوف ايش قاعد تألفها قد ايه. اوه سوت اللي فيه يخرب بيتها. بس عارفين اديتها تعويذ انها على انها معايا فهي ملخبطه كيفك. لازم اديها ضربه عشان تصحصح كيفك. والله اشوف ال اشوف انه اشوف انه يا جماعه الخير تعويذه حقت لعنه الموت. تعويذه لعنه الموت يا جماعه الخير خليها للبار الاخير. عارفين الفصل الاخير الثالث. Luck is about to run out. Defendo, Expelliarmus, Bombarda. Confringo. I should have known better than to do business with a wild. حلو حلو راح اني على طول. أني يا مستر زيزو كيف كذا كملها تحدي؟ والله المفروض تنهيها أقسم بالله. جات بالدرع.
اي والله جت بالدرع خسارة. بس ما عليكم اقدر عليها. يعني شايفين ما شاء الله ضربه سيئة عالية. درعها والله ما ادري كيف تحطم. هل تحطم بالاصفر كذا؟ لا والله مو بالاصفر. انا قاعد احطمه زي كذا في بالعنات الخضراء. بس والله هو اصلا بالاساس ما ادري كيف تحطم والله. يعني لونه غريب. أكيو والله مي بسيطة أقسم بالله. هاي الحور شغل الحين هي ها كافونا هنا. I'm disappointed in you, Cassandra. والله مجرمة طلعت ذي. Incarcerus, you don't know what you're doing, don't I? I always wondered why you couldn't seem to keep a tenant in that shop of yours. I must admit, the notion of a haunted dungeon never crossed my mind. Thanks for this. You can head back to the shop. Second that house elf of yours, she's probably terrified. Spoony little treacherous elf! I should have known it was... Silencio. رهيبة التعويذة ذي. Silencio يعني زي silent. عارفين على صمت. Cassandra will immediately file the paperwork needed to grant you ownership of both the shop and the elf. On her way to Azkaban. Thank you, Officer Singer. Best of luck to you as the newest shop owner in Hogsmeade. حلو حلو خسر عندي محل. هذا خلوني ايوه خلوني يا جماعة الخير. والله كانت مهمة رهيبة. هل كذا خلصنا رجوع للمتجر؟ والله رهيبة وخرب بيت هذيك. والله كانت ساطية. الدرع يا جماعة الخير الدرع اللي كانت تحطه هي. والله ما يعني ما لو ما كان عندي السحر الأخضر ذا اللي الله يعطي العافية سيباستيان علمني عليه. لو ما كان عندي والله ما أدري كيف كنت راح أقضي عليها. بس كفو سوى مطلوب. الحين اخوان الحين يقول لي الرجوع الى المتجر. لعبه حلوه والله يا جماعه الخير. انا دخلت اللعبه دي عارف كيف يعني بدأت فيها وما ما 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 كنت متوقع ما شاء الله انها قد كذا حلوه ما شاء الله تبارك الله. كنت عارف انها حلوه وراح تكون تجربه جميله بس اكون صريح معكم انا ما كنت متوقع كثير. Penny, I have what I hope will be good news. Officer Singer confirmed that ownership of the shop has now transferred to me. Oh, well, that is good news. Penny is so relieved. Penny had the most difficult time keeping the truth from you. Penny promises to work as hard as she can for such a kind new owner. I look forward to working with you. All that's left is for you to choose a sign for your new shop and Penny will take care of the rest. والله ما ادري ما ايش معناها. والله ما ادري صراحة كنت صريح معكم. I choose Vestas and Venom. Excellent choice. Have a look outside. Thank you. I shall work on collecting items for the shop's inventory. حلو والله مرة شي حلو. We'll be closing the shop by 9 o'clock every night. والله كان نفسي يعني انه تسمي المحل. والله كفو صار عندنا محل معطف صاحب المتجر. كفو والله. ايش كان يقول لي؟ يقول لي راح اجمع اشياء وكذا. الا والله الاسم اللي اخترته في نادي اند يعني. كفو والله ما ادري ايش معناه اكون صريح معاكم بس. شفت كلمته كذا. Oh, perhaps today you have something you'd like Penny to sell for you. اي بيعه. Sell for you يعني بيعه على الناس ورجع له بعدين اقول ها بعت ولا لا. Oh, Penny will fetch a good price for what you'd like to sell.
والله مرة شيء حلو. Penny wishes you safe and wondrous travels. اوكي الحين خلونا نطلع من هنا. Revelio. يا جماعة الخير نطلع من هنا. Lumos. والله ما ادري فين الفراش اللي هنا. يلا دي خلونا نجيبها. إذا جبت الفراشة دي اعرف كيف خلاص يعني نحلل. Sometimes it seems all. Revelio. والله ما ادري فين المشكلة. الحين يا جماعة الخير الحين انا وصلت ال 30 هذه المهمة مدتني ولا اكس بي صفر. والله العظيم شيء غريب اقسم بالله. والله شيء غريب يا جماعة الخير انا ختمتها انا. والله شيء غريب اقسم بالله. دحين ايوه. دحين يا جماعة الخير. خلونا نلعب المهمة اجل حقت بوبي. وإذا لعبنا المهمة حقت بوبي عندي عاد خلاص أكيد راح نوصل 34. والله شيء غريب أقسم بالله العظيم المهمة ذي الطويلة والصعبة بالنهاية ما تدي الكسبي. أنا خلصتها أنا خلصتها يا جماعة الخير ولا مو؟ وليه ثواني خلونا نجي عند المهام. لا والله يا جماعة الخير مخلصها مسوي جيب لي كل المهمات اللي أنت سويت. أنا شفته خلص سوينا مطلوب. شيء غريب دحين خلونا نلعب عصفور في اليد المهمة دي يا جماعة الخير حقت بوبي حقت بوبي اعتقد خلاص راح ننهي فيها الفصل ذا ومنها هي وخلنا نشوف المكنسة كيف بس والله والله شيء غريب اقسم بالله يعني يعني اللعبة دي كل شيء تسويه تقريبا كل شيء تنجزه على فكرة تاخذ لك نقاط اكس بي ما ادري ليش هذه المهمة اللي دوبها مدتنا شيء غريب والله. بس ما عليك انا متاكد 100% تخلصنا المهمه دي حقت بوبي خلاص راح ان شاء الله نوصل مستوى 34 نلعب اخر مهمه اللي اعتقد عباره عن عرض. عارفين يا جماعه الخير المهمه الاخيره حقت ايوه المهمه الاخيره يا جماعه الخير الرئيسيه. نسيت اسمها والله فا ايوه خلاص الحفلة الأخيرة أظن اسمها ايوه فإذا لعبناها الفكرة أعتقد أنها بس عبارة عن عرض بس فاللعبة ذي والله أتمنى إنه مو خلاص بس كذا إيه بس ثواني خلوني أجي هنا هذه سويتها كثير ريفاليو عارفين التحديات ذي يا جماعة الخير سويتها كثير وتسويها بالليل والله تسويها بالليل بس أنا ما أدري اللعبة ترى والله فيها جلتشات أثناء الليل هذا الحين مو الليل ليها مو كأنه ليل يا جماعة الخير أمانة مو كأنه ليل اللعبة فيها بعض الأخطاء كنت صريح معاكم يعني جلتشات بسيطة بس يعني الأكثر ولا أقل خلينا نجي فعرفي كيف لما كنت يا جماعة الخير أحاول لما كنت يا جماعة الخير أحاول أعلي مستواي كنت أسوي التحديات دي عرفك اللي زي كذا هذا عرفك كنت أسويها والله ويعني وكانت تديني إكس بي وكذا ها ولسه ما وصلنا مستوى 34 بس راح نوصل صدقوا أول ما أخلص المهمة دي إن شاء الله فدحين خلونا نبدا المهمة دي خلونا نبدا المهمة رهيبة بوبي يعني الفكرة من بداية اللعبة احنا معاها فاعتقد راح نخلص الفصل حقها بالمهمة دي At least we're out of the classroom. I got here as soon as I could. Did you see the symbol above the entrance? It's the one the Mooncalfs made at the henge. Of course Doran implied as much, but to see it up there. Could this actually be where the Snidgets are hidden? Let's find out. Doran's waiting for us just up ahead. I'm ready if you are. انطلق يا جماعة الخير انتظرنا. Can you believe it? دورين انتظرنا. المخلوق هذاك. I'm glad we seem to be a step ahead of the poachers. It is a little strange we haven't heard anything from them. If we're lucky, they're still poring over Gran's research. There was a fair amount. We on the. ليه ثواني ثواني عندنا. عندي يا جماعة الخير هنا. حيوان يا جماعة الخير أول مرة أشوفه. خلوني أشيله. We shall be long gone.
لابيوسو. بس بالاخر يصيدوا على السريع. شوفك اول مرة اشوفه. ما قد صدته ذا. اوكي هذا هو دورين. I hope we haven't kept you waiting long, Doran. Not at all. Then again, it is not I who awaits your arrival. Do you have the Moonstone with you? We do. Good. It is as important to what happens next as both of you are. So, what does happen next? What are these pillars here? A safeguard, I suspect. There is only one way to find out. And as for how to go about that, the two of you may know better than anyone. اها عندنا لغز نبغى نحله. اكتشاف كيفية الدخول الى الاطلال. خلونا نحط بالبداية حجر قمر العلماء. جبناه الحلقة الماضية اظن. او اللي قبلها. ما هي ناسي متى جبناه. اوكي اوكي اوكي. ده رموز هنا. عنده رموز هنا. I wonder if the pillars move at all. ثواني يا بوبي بالله خليني اركز. عندنا اربع رموز هنا. 1 2 3 4 5 رموز. كل رمز لازم ينور. اوكي عرفت المطلوب يعني ايش لازم تسوي. اكيو يعني لعبة يا جماعة الخير الغازة تعرفوني. مش استفدت كذا والله ما ادري. دي نورت كذا اوكي. That did it. Look, Doran, a doorway. I suspect we all know what. والله ما ادري كيف فتحت الباب بس يلا. And now I'm afraid I must leave you. At least for a time. You're not coming in with us. ما راح يجي معانا. If the Snidgets are here, the herd will want to see the truth of it for themselves. Alec especially. Go on without me. I will rejoin as soon as I am able. اوكي خلنا نكمل. عرفت الطائر ده سنيدجز ده يا جماعة تخلينا اكثر من حلقة نبحث عنه. فخلنا ندخل. بس شو اسمه له؟ يا جماعة هذا مرة ما راح يجي معانا ده. دورين عارفين كمان ما راح يجي معانا. ريفاليو. So many books. You haven't seen my grand study. Look at the murals on the Confringo. Wall. They're all creatures. This place must have been built to protect them. They had nothing to fear. What makes you say that? The poacher camps always felt oppressive. It's hard to explain, but the feeling was Rebellion. Palpable. At least to me. The sense I get here is of safety Accio. And calm. Quite the opposite of the poacher camps. بالله بس ثواني. خلوني. لافيوسا دي نجيبها هنا. Wingardium Leviosa. والله ما ادري الطريق ما. يعني مو. Leviosa. بقى مو من فوق بس ما ادري. Revelio. خلوني بس اشوف فوق ايش فيه اجل. الباب ده ما اعتقد بدنا نفتحه. والله شفت تعليق واحد سألني قال لي عبد العزيز اية احلى؟ اساس كريد فالهالا ولا هاكسورد ليجاسي؟ والله اشوف الاثنين حلوة صراحة. وفي تقريبا تشابه بينهم. كلها والله لعبتين حلوة. كلها لعبتين حلوة. أساسن كريد صراحة أطول. أساسن كريد كانت لعبة جدا جدا طويلة تسوي تحالفات كثير. كونفرينجو. أوكي
طريق من هنا. ريفيليو. لا والله. كنفرينجو. ومن هنا الطريق ولا سازم إيش فيه طيّة؟ I'll wager this isn't the dead end it seems to be. But how to get through? الطريق الأساسي من هنا. ريفيليو. أوكي أعرف النظام هنا كيف لازم نجيب الحجرين هذه. أكيو. كل واحد نحطه في مكان. وينغارديوم لابيوسا. هذا حق النار نحطه هنا ونولعه. كنفرينجو. باقي لنا واحد ثاني. أوكي سوينا ال كيف النص الأول خلونا نقول من الحل. لابيوسا. خلونا نطلع هنا نشوف ايش فيه فوق. لوموس. ما نشوف شيء هنا. عجل ايوه خلونا نرجع لورا. والله ما ادري فين راح الاقى الحجر الثاني. اعتقد هنا ايوه هنا انا ما رحت من هنا خلونا نروح من هنا. لطيف شو الظلام ذا. لوموس. كنفرينجو. لوموس. هو واضح الطريق الاساسي من ورا نجيب الحجر او خلونا نقول مكعب. مكعب الثاني نجيبه. Whoever built this place certainly liked to read. And the books are all about creatures. Your gran would love it here. She would. I can't wait to tell her all about it. Revelio. لا والله ما نجيب المكعب الثاني من هنا. هو شايفه والله والله شايفه. بله ثواني ليكون من هنا بله معلش اتمنى تعذروني. لوموس. لا لا مو من هنا. هو هنا قدامي شايفين قدامي بس ما اقدر اسوي ريفيليو عشان راح يطفي هذا. ريفيليو. اوكي مكعب الثاني بس كيف تجيبه؟ ما قدامي كيف كذا كيف جاينا انت كيف جيت هنا؟ والله شيء غريب اقسم بالله. وينغارديوم لافيوسا. اي خلونا نجيبه بالله. كنفرينجو. اوكي بقينا اوه الثاني من هنا تجيبه يا الحبيب. اوكي اوكي. وينغارديوم لافيوسا. اللعبة دي جميلة والله من ناحية الغاز وكذا. في الغاز فيها حلوة والله. لابيوسو. بس لو واحد يسألني يقول لي أفضل لعبة لعبتها عبد العزيز كان فيها الغاز جميلة. والله انشارتد انشارتد الغاز فيها كان جدا حلوة. ريفيليو. لابيوسو. بس والله أنا دائما يا جماعة تأخر تجيني تعليقات. تسألون تقولوا لي عبد العزيز لعبك تنصحني فيها والله دائما يعني الناس يعني انصحهم يعني لعبة حلوة والله يا جماعة تأخر عندكم جوست اوف سوشيما هذه من أفضل العاب صراحة بالتاريخ. تبولسو. ثواني خلونا نجيب ذي بس. أكيو. لازم أطلق عليها بالبنفسجي بس أيوة كده كده لابيوسو أيوة. مفروض اني سويت المطلوب للحين. كنفرينجو. بله ثواني خلينا نسوي كذا. فلوبندو. اها طب اكيو. حول ولا قوة. وينغارديوم لافيوسا. لافيوسو. هذه بالنار انا متاكد انها بالنار. The plates on the floor have symbols on them. اوه اوه والله يعطيها العافية والله. شكرا يا بابي. هذه نديها من ال ايوه. كليسيوس ايوه. Glacius.
الله يشكرك. لو اقدر اسلم عليها اقول له يعني فيك اقول له شكرا صراحه. يعني خلت واحد غبي زي يعرف الحل. كافو والله بالله يا شباب كيف راح انهي لكم الاعداد ذولي كلهم ضربه واحده. اوكي بس اطلع انت هو بالله يا شباب كيف بالله كيف كافو والله حلو حلو جات الفزعة. Ready your wands. The fight. Imperial. I'll check him. Shall we finish what we start? Glacius. Confringo. Expelter. Enough. Expelliarmus. Bombarda. Defender. Never like vegetables. Confringo. Potego. Depender. What is this? What just happened to me? You dare slay one of my own! Expel it! You will! Confringo! Defender! Bombarder! Okay, okay, ثلاثة بس. Oh, جد دفعة جديدة. Perfect. Target practice. You've made a mistake. Place it. صدقوا لي قريب راح نيهم كلهم. Confringo! Place it. Incendio! Levioso. Hold still. Incendio. Used to be treated. Miserable. دحين نهلكم ياهم كلهم. الله يا اخذك اوكي. دحين يا جماعه تخرن هيهم كلهم. الله كفو امين بلاي كفو يا جماعه الخير تعود رهيب اقسم بالله يعني المفروض اطول معاهم بس فيك I think that was all of them Are the two of you unharmed I had hoped to return before it was too late We're fine but if you hadn't got here when you did I led them here Doran You fought with us against your kind. I am glad to have witnessed this. I now believe all that Doran told me. They are the ones I saw, Elik. Finish your work here, brother. All the events you divined have not yet come to pass. فتح الأبواب المؤدية إلى ميلاد طيور السانديد اوكي لطيف اسمهم صراحه خلوا على ربكم خلوا نروح يا جماعه الخير اخيرا اخيرا والله ما ادري كيف شكلها الطيور دي لان اكثر من حلقه نحاول نوصل لها ادري اللي اتوقعها كبيرة كده زي الطائر الهاي وينج كرينو كرينو يا جماعة الخير Now all that remains is to break the charm You want us to I only ever wanted to see them safe, which they are. You should do it. But what happens now? They can't care for themselves, and surely once word gets out of their reappearance... No harm will come to them.
The centaurs will see to that. You have my word. Thank you, Doran, for helping us to find them and to fight for them. It is you who deserves the merit, child. You did what the poachers would never have. Remember that. You both fought bravely today. Allow us to carry the mantle from here. If it's all right, Doran, I think I'd like to stay behind and spend a little more time with the Snidgets. كافو خلصنا مهمة خير شفناها نلعب كيف شي هذي بارس نجيت اتوقعتهم كبار والله بس شوفوا كيف صغار احلى لهم اوكي خلصنا مهمة كذا بس ما ادري هل كذا خلص خلصنا الفصل حق بوبي والله اعتقد خلص قال لي تم انجاز المهمة وبوبي كانت تقول يعني يا ليت يعني ابقى هنا زي ما شفتوا دوبه اعتقد خلاص كل علي انا اطلع من هنا وكافو يا جماعه الخير اخيرا وصلنا مستوى 34 والله ما كان شيء سهل اقسم بالله ابدا ما كان شيء سهل الذهاب الى القاع الكبرى بس ما ادري احس انه كذا بودع بوبي زي لما كلمنا سيباستيان فاعتقد يا جماعه الخير والمهمه هنا ولا شوفوا ميو قريبه والله كيف كذا المخرج لا هو يقول لي المخرج بدي افتح الخريطه لا ما مداك ايوه قصد المخرج من هنا مهمه حلوه صراحه ما كانت صعبه مهمه حلوه وحتى الغاز اللي بالمهمه دي ما شاء الله عليها حلتها على طول في كيف حلتها على طول يعني ما طولت يعني ما شاء الله علي لا والله طولت صراحه الحين خلونا نطلع من هنا والله بدأت اللغز الأول ذا اللي بالبداية اللي قبل ما تدخل المكان ذا حق التمثال اللي عارفين التمثال ذا هذا عاد طولت فيه صراحة شوية أو فالحين خلونا نرجع يا جماعة الخير خلونا نرجع حق بورد سيبه أو ومن هنا فك عشان تدخل كذا وخلاص أها لا والله من هنا اوكي معليش فالحين عرفت كيف اخر مهمه بس والله ما ادري احس بوبي يعني ادري ممكن يعني كلمه هذا الحين بس خلونا ننزل على تحت فعارفين والله اتمنى يعني راح من هنا معلك وراح نلعب المهمه بس خلونا يا جماعة الخير ننتظر شوي والله ممكن بوبي ترسل لي أتمنى والله يا جماعة الخير إنه اللعبة ذي ومنها بالله بثرثر عليكم شوي أتمنى تستحملوني أتمنى والله يا جماعة الخير اللعبة ذي ينزل لها DLC والله أتمنى ينزل لها إضافات كذا عارفين كيف يعني قصة جديدة عارفين يعني كذا كم مهمة جديدة كذا فصل جديد كذا عارفين كيف الأستاذ من الأساتذة الأستاذ الشارب أحس لو يحطوا له مهمات كذا خاصة فيه والله يكون شعر والله اتمنى يعني هذه مو نهاية اللعبة دي يعني شوفوا صراحة من الاشياء اللي كانت تعجبني انا بيوبي سوفت والعابهم انه ما شاء الله يعني العابهم دائما ينزلوا له اضافات كل العابهم فوالله اتمنى والله انه اللعبة دي ينزل له اضافات والله اتمنى انه اللعبة يا جماعة الخير ينزل له اضافات يعني ما اتمنى انه هذا خلاص اخر شيء يعني ما راح نلعب اللعبة خلاص ابدا فأتمنى والله إنه ينزل له إضافات حيكون شيء حلو والله. ريفاليو. وأكيد يا جماعة الخير. أكيد إن شاء الله ينزل له إضافات بالمستقبل أكيد إن شاء الله أنا راح ألعبها. بإذن الله حيكون بس نتبع المفتاح ده هذا من الأشياء اللي كنت أسويها لما يا جماعة الخير كنت أحاول أجمع نقاط XP وكذا. تاخذ زي الميدالية كذا الى الان والله ما ادري كم مجمع وشايفين كيف في ميدالية هنا على هالشعر حقنا يا جماعة الخير اللي اخترناه بداية اللعبة والميدالية دي تحطها بصندوق الصندوق ذا
والله اعتقد بقي لي زي 5 ميداليات لما افتح الصندوق ده. والله ما ادري ايش فيه. والله نفسي اوريكم الصندوق، بس الصندوق فوق يا جماعه الخير. بالله بس خليني اوريكم معلش، بالله بس خليني اوريكم معلش يا جماعه الخير. اعتقد انه قاعه، لا مو بالقاعه الكبرى، هو بالغرفه حقت ال، لا مو هنا ولا بالسريه. بالله معلش يا جماعه الخير، امو ولا بالقاعة الكبرى. والله ما ادري فين يا جماعة الخير الغرفة دي. لا ولا بجناح علم الفلك. المهم في زي الصندوق والله يا جماعة الخير. والله ما ادري فين، اتمنى تعذروني. الفكرة في زي الصندوق تحط فيه الميداليات دي، ولما تحط الميداليات بالنهاية يجيك صندوق. والله ما ادري ايش هو يعني، ايش راح يطلع لك بالبداية. انا لسه والله بقلي تقريبا زي 5 ميداليات اظن، فما نقدر نفتح دحين. فدحين يا جماعة الخير دحين خلاص دحين ايوه نبدأ المهمة. اعتقد المهمة دي عبارة عن عرض بس اتوقع. This year we have seen our students exemplify the bravery of Godric Gryffindor. Allow me to finish. The loyalty of Helga Hufflepuff. The wisdom of Rowena Ravenclaw. The ambition of Salazar Slytherin. And so, the winner of this year's House Cup... Excuse me, Headmaster, if I may. One particular student's heroism during the attack on Hogwarts, الله الله. Not to mention the level to which they have excelled in their coursework as a new student, no less. Well, it would seem that it certainly merits, I'd say, 100 points to their house. Wouldn't you agree? Ah, yes. Thank you, Professor Weasley. I suppose we have our winner. اوكي يا جماعة الخير، والله دوب العرض كان رهيب. عارفين كيف يعني التيم اللي اخترناه بداية اللعبة، يعني هو اللي فاز. شفتوا كيف بروفيسور ويز اللي اعطتنا 100 نقطة؟ شفتوا كيف كانت في طالب واحد لازم نشكره مرة. والله شيء حلو اقسم بالله يا جماعة الخير صراحة. والله يعني ايش اقول يعني لعبة جميلة والله يا جماعة الخير. والله زي ما يعني كنت اقول لكم الحلقات الماضية، فقط توقعاتي والله من كل النواحي جميلة. عارفين كيف
يعني المهمات الرئيسية والمهمات الجانبية. أمانة شفت أول مهمة لعبناها بالحلقة دي، المهمة حقت الرعب وكذا، هي ذيك جانبية و... يعني والسحر والقصة لعبة حلوة والله يا جماعة الخير. أنا يعني مو أي لعبة يعني دائما يعني أنصحكم وأقول يعني الكل لازم يلعبها. اللعبة دي من جد والله أنصح الكل يلعبها، جميلة وبسيطة وحلوة وخفيفة، والله مرة لعبة حلوة صراحة. فالحمد لله يا جماعة الخير ختمناها وعرفي كيف، وسوينا كل المهمات الرئيسية. فأتمنى يا جماعة الخير يعني إنه ديت اللعبة دي حقها، وأتمنى يعني إنها نالت إعجابكم، وأتمنى يعني من كل قلبي والله أتمنى إن كنت خفيف عليكم. يعني والله أنا ما أحبكم مزعج كذا، أنا أحب يعني إن كنت خفيف عليكم يعني أخليكم تستمتعوا بالمقطع وكذا. فأتمنى والله يا جماعة الخير إن كنت خفيف عليكم، وأتمنى إن السلسلة دي نالت إعجابكم، وأنا إن شاء الله إن شاء الله أشوفكم في سلسلات قادمة وفي ألعاب قادمة. وكذا يا جماعة الخير صراحة أنا كنت أبغى أنهي خلاص، كنت أبغى أنهي بس هي ما توقعت لسه. باقي بس لسه بالمهمة حقت بوبي، باقي بس نقابلها ونكلمها. أنا والله ما أدري يعني، أنا راح نشغل بلعب ثانية أكون صريح معاكم. أيوة بلهي بس ثون، هذا هو الصندوق اللي أقول لكم عليه، هذا هو الصندوق اللي أقول لكم عليه. ما أدري بالنهاية إيش راح تلاقي هنا، شركة ما أدري إيش راح تلاقي بالنهاية هنا. زي كده تقعد تحط أشياء عارف كيف. بعد حين خلونا نروح نكلم بوبي. اوكي اخوانا دي هي القاعة الكبرى. كلم بوبي دحين خلاص اخر شيء. I see Doran finally convinced you to leave the Snidgets. If anyone can keep them out of poacher hands, it's the Centaurs. And I wanted to thank you when the poachers ambushed us. It was nice not to face them alone. Of course. It's the sort of thing friends do for each other, isn't it? I suppose so. I am glad you came to Hogwarts. It's already been my best year. I wouldn't want a repeat of Horntail Hall, of course, but I did enjoy the Three Broomsticks. Had no idea how lovely it was there. Had you never been to the Three Broomsticks? I used to spend most of my time with Highwing, and well, I don't know how Serona feels about Hippogriffs popping in for a butterbeer. Highwing's the only one I would have gone with. Or Gran, of course. Nothing wrong with that. Highwing's good company. She is. Although I am beginning to see the appeal of human friends. It was nice to talk about my parents and Gran with someone. And share Highwing. It has all been a pleasure, Poppy. Do try and stay out of trouble. Don't know that I can. We've taken on poachers twice now, successfully. I rather think you've helped me develop a taste for it. And with centaurs as allies, I might actually go looking for trouble. You and I should meet for a butterbeer soon. Perhaps Highwing can join us? Okay, أصدقاء الوحوش. كده خلصنا الفصل حق بوبي. كافو والله. الله والله يا جماعة آخر اللعبة كانت يعني جدا حلوة. بالله بس ثواني بوريكم شيء يا جماعة آخر. يعني والله يعني مني بعيد عن بلاتنوم يا جماعة آخر. لا بس خلنا نوريكم بالله. ايوه خلنا نوريكم تقريبا جاب كل الجوائز شبكة. يعني هذا جايب، هذا جائزة مخفية والله ما ادري ايش تطلع المخفية دي، ما ادري ايش تطلع. بس اعتقد في مرة جبت جائزة من الجوائز دي والله، اعتقد كذا لحقت فراشات اعتقد شيء زي كذا. شايفين يعني اغلب الجوائز اجيب كمان جميع المهام الجانبية، شوفوا 77% ما بقدر كثير والله. كمان جميع المجموعات هذه مية صعبة صدقوا، جبت 49% شفت كلها جايبها. يجيب صعق 10 اعداء مختلفين باستخدام نبات المانديريك. اوكي سهلة دي، تزويج جميع انواع الوحوش، هو كل وحش تقريبا فيه منه عارف كيف يعني ذكر وانثى، فيعني شيء مو صعب. يجيب تحضير جميع انواع الجرعات هذه كمان سهلة، يجيب زراعة جميع انواع النباتات، يجيب ترقية قطعة من الثياب. اوكي يجيب انفاق جميع نقاط المواهب. يعني باقي لي بس 20% تقريبا وافتح كل النقاط حقت المواهب. يجب الوصول الى اعلى نقطه في القلعه، مكتب مدير المدرسه، هذا مو جناح يا جماعه غير ما سوينا الشيء ذا قبل كذا. يجب استخدم تعويذه 10 مرات قلب بقره، مره سهله دي. يجب فتح جميع السنه لهاب فولو، جبت 70% والله يعني ماني مره بعيد والله. كمان جميع اختبارات مرلين سويت واحد بالحلقه الثالثه اظن بعد ما انت سويتها.
مي مرة صعبة. يجب استكشاف جميع سراديب الموت 80%. يجب العثور على جميع تماثيل وحوش. ايوه هذه حقت الاقفال يا جماعة الخير. والله كلها يعني اشياء يعني مقدور عليها هنا. يجب الوصول الى المستوى 40. والله ما ادري اذا يعني اقدر اسوي الشيء ذا ولا لا. يعني اللعبة شفت كيف تخرب بالنهاية. ما تديك نقاط اكس بي كثير. اتوقع لازم تختم كل مهمة باللعبة عشان تقدر توصل مستوى 40. صدقون اتوقع موزون يعني وزنينها صح انه لما تختم كل المهمه. والله ما ادري. فالحمد لله يا جماعه تقريبا ختمنا اللعبه. اتمنى والله يعني اني كنت خفيف عليكم. اتمنى ان اديت اللعبه حقها. وان شاء الله يا جماعه الخير تقريبا بعد 3-4 أيام راح ابدا بلعبه بولونج. فاتمنى دعمكم وان شاء الله ان شاء الله يا جماعه الخير اشوفكم في سلسلات قادمه في العاب قادمه. كان معكم اخوكم عبد العزيز في امان الله.